مع بدء تصاعد التظاهرات ضد النظام الإيراني في مدن عدة، قال التلفزيون الرسمي في إيران إن السلطات منعت مؤقتا استخدام تطبيق انستغرام للصور بدعوى الحفاظ على السلام وسط الاحتجاجات التي تعم البلاد. وأفادت وكالات إخبارية إيرانية بتعذر الدخول بعد ظهر اليوم إلى تطبيقي انستغرام للصور وتليجرام للرسائل النصية على الهواتف المحمولة بعد 3 أيام من التظاهرات المستمرة في عدة مدن في البلاد.